لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول. وكنا اخدنا المرة اللي فاتت الفيلينجز المختلفة او المشاعر المختلفة الخاصة باي شخص، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا اصحابي في جزء مهم جدا هناخده مع بعض، وهو خاص باصدقائنا هاني وهنا اخته ومامتهم او their mother in their home في البيت بتاعهم. طبعا عنوان البيج دي how do you feel. how do you feel يعني كيف تشعر. صديقتنا بيزي بي بتقول لنا look and listen، انظر واستمع. listen again، استمع مرة تانية. and complete with the words، and complete with the words، واكمل بالكلمات الموجودة عندنا. طبعا يا اصحابي عندنا هنا الصورة دي فيها هنا وفيها هاني وفيها مامتهم كمان، وهم موجودين في غرفة المعيشة، ومامتهم شكلها تعبانة مجهدة من شغل البيت. وموجود عندنا الوردز اللي هنكمل بيها الفراغات المختلفة. أول حاجة unhappy. unhappy يعني غير سعيد. can يعني يستطيع أو يستطيع. kitchen يعني المطبخ. living room يعني غرفة المعيشة. فأول حاجة بيقول لنا يا أصحابي هاني and هانا are at home، هما موجودين في الهوم. in there وبعدين نقط، هما موجودين فين هنا يا أصحابي؟ انتوا شايفينهم موجودين فين؟ شاطرين. in their living room. in their living room موجودين في غرفة المعيشة بتاعتهم. they are talking to mommy. they are talking to mommy، هما بيتكلموا لمامتهم، هما بيتحدثوا لمامتهم، بيكلموا مامتهم. mommy feels مامتهم بتشعر. mommy feels نقط. and tired يعني متعب. مامتهم بتشعر بايه وهي تعبانه؟ شاطرين. unhappy يعني غير سعيده. يبقى mommy feels unhappy and tired، مامتهم بتشعر ان هي غير سعيده ومتعبه مجهده. هانا اند هاني، هانا وهاني نقط. help her بيساعدوها، يبقى نقط دي هنكتب فيها ايه؟ كان ولا كيتشن؟ شاطرين، هنكتب كان. هاني اند هانا كان help her، ممكن الاثنين يساعدوها. they can هما يستطيعوا. clean the نقط. now mommy is very happy، يبقى هما ممكن يساعدوها في تنظيف ايه يا اصحابي؟ شاطرين، clean the kitchen ان هما ينظفوا المطبخ. now الان mommy is very happy، مامتهم سعيدة جدا. يبقى مرة تانية هي قالت لنا نستمع مرة وبعدين نكمل في المرة التانية. احنا قلنا كده المفروض ان النقط يبقى موجود فيها ايه، وهسيبكوا انتوا اللي تجاوبوا المرة دي. هاني and هانا are at home in their نقط. in their ايه بقى يا اصحابي؟ شاطرين، living room. they are talking to mommy. mommy feels نقط and tired. mommy feels نقط and tired. mommy feels ايه بقى يا اصحابي؟ شاطرين، unhappy هي غير سعيده. هانا and هاني نقط. help her. هانا and هاني ايه يا اصحابي؟ شاطرين، can help her. they can clean the نقط. now mommy is very happy.
يبقى they can clean ايه يا أصحابي؟ شاطرين. The kitchen. Now mommy is very happy. بكده احنا نكون عرفنا ازاي نملى الفراغات بالكلمات اللي عندنا، وطبعا عرفنا الفيلينجز المختلفة المرة اللي فاتت، المفروض نكون حافظينها كويس زي اسمنا. الكلمات دي مهمة جدا لتأسيسنا في اللغة الإنجليزية. وهنا بيزي بي بتقول لنا read and say، اقرأ وقول. البنوتة الجميلة دي بتقول لأخوها how do you feel، how do you feel يعني كيف أنت تشعر، فبيقول لها I feel angry، أنا بشعر إن أنا غاضب. I can't find my pen، أنا مش لاقي القلم الجاف بتاعي. I feel angry، أنا أشعر بالغضب. I can't find my pen. وطبعا يا أصحابي لازم نكون عارفين أني لما أجي أقول happy بقول سعيد، لما أجي أنفيها ما بقولش not happy، ما بقولش غير سعيد، بقول unhappy. unhappy يعني غير سعيد. يبقى لازم نكون عارفين أن في بعض الكلمات منها happy أو سعيد، لما أجي أعمل لها نفي يعني أقول غير سعيد ما بقولش not happy، الأفضل أن أنا أقول unhappy. unhappy يعني غير سعيد. وهنا بيزي بي بتقول لنا listen and read. listen يعني استمع، هتسمعني مرة وأنا بقرأ الباراجراف ده وبعدين أنت هتعمل reading أو هتقرأ لوحدك. فهنا هانا وهاني موجودين في الكيتشن مع بعض، كانت هانا بتلعب في باسكت بول أو كرة السلة، وقابلت أخوها هاني في الكيتشن بعد ما رجعت من اليوم بتاعها. فهانا بتقول لهاني هاي هاني، هاي هاني ازيك يا هاني. هاني بيقول لها هاي هانا، هاو دو يو فيل، هاو دو يو فيل كيف تشعرين، عامله ايه. فهانا بتقول له اي فيل ثيرستي، اي فيل ثيرستي يعني انا عطشانه، اند هانجري، اند هانجري وجعانه. but we had a great game، but we had a great game، لكن احنا النهارده كان عندنا ماتش جميل جدا ويوم رياضي جميل جدا. فهاني بيقول لها I can make you a sandwich، I can make you a sandwich يعني أنا ممكن أعمل لك sandwich. فهانا بتقول له thank you، thank you شكرا لك. you are very kind، you are very kind يعني أنت طيب جدا. فهاني بيقول لها have some juice، خدي بعض العصير. فهانا بتقول له thank you، thank you يعني شكرا لك. أنا دلوقتي قريت الباراجراف ده، المفروض انتوا تقروه لوحدكم مرة تانية، وطبعا لما تيجوا تقروه هتقروه بالشكل ده. هانا هاي هاني، هاني هاي هانا، how do you feel. هانا I feel thirsty and hungry but we had a great game. هاني I can make you a sandwich. هانا thank you، you are very kind. هاني have some juice. هانا thank you. طبعا احنا لازم نحاول نقرا لوحدينا ونتعلم ازاي نعمل reading لوحدينا، وده مهم جدا لان ان شاء الله السنين اللي جايه هيكون عندنا exams او امتحانات وهنقرا فيها الاسئله لوحدينا. لازم نكون حافظين الكلمات المختلفه، مؤسسين نفسنا كويس، وكمان بنعرف نعمل reading لوحدنا. اول مره ممكن نغلط، مش مشكلة، نحاول نقرأ تاني لغاية ما نقرأ الكلمات بشكل سليم ونفهم مطلوب مننا ايه. ولازم نتعود على ده من دلوقتي علشان ما نتفاجئش بعد كده في الامتحان لا قدر الله. هنا يا اصحابي بيزي بي بتقول لنا read and match. read اقرأ، and match ووصل. فطبعا يا اصحابي احنا عايزين نعرف كل word هتتوصل بأي statement او بأي جملة من الجمل التالية. فهنا بيقول لنا على سبيل المثال يعني drink، فالمفروض نوصلها بwater، water أو مية. طب اتنين eat، eat هنوصلها بgo by car، ولا 8 hours every night، ولا outside، ولا fruit and vegetables، ولا sports. المفروض الواحد بياكل ايه يا أصحابي؟ شاطرين، fruit and vegetables، فنوصلها طبعا بفروت اند فيجيتابلز بالشكل ده. طيب تالت حاجة بيقول لنا sleep، sleep يعني نام. go by car،
ولا 8 hours every night 8 ساعات كل ليلة، ولا outside، ولا sports؟ شاطرين طبعا، sleep 8 hours every night 8 ساعات كل يوم، فنوصلها بالشكل ده. طب بيقول لنا في number 4 play، play المفروض go by car ولا outside ولا sports؟ المفروض نوصلها بايه؟ شاطرين، play sports العب رياضة، نوصلها بالشكل ده. طيب go، go by car ولا go outside؟ go هقولك go، بعدين هقولك go تاني by car ولا go outside. شاطرين، go outside يعني اذهب للخارج، فأنا هنوصلها ب outside. وآخر حاجة don't، هنقول don't go by car، لا تذهب بالسيارة، ما تمشيش بالعربية يعني، هنوصلها بالشكل ده. والمفروض يا أصحابي هنا بنتكلم عن الـ good health أو الصحة الجيدة، فبيقول لنا هنا تك ضع يعني علم على the things الأشياء for good health الخاصة بالصحة الجيدة. فأول حاجة watch television، watch television مشاهدة التلفزيون ليها دعوة بالـ good health؟ لا طبعا، فمش هنعمل عليها تك. eat chocolate cake، eat chocolate cake ليها دعوة بالـ good health؟ طبعا لا، هي كلها sugar أو سكر وبتدور سنانة، فهي مش كويسة للـ good health. sleep for 8 hours، نام 8 ساعات، ليها دعوة بالـ good health، حتى هو عامل لنا عليها علامة. eat bananas، eat bananas طبعا bananas أو موز، طبعا ليها دعوة بالصحة الكويسة لأن هي fruit، فنعمل عليها علامة صح كده زي ما احنا شايفين قدامنا. drink water، drink water أو اشرب مية، طبعا مهم جدا لينا عشان تبقى صحتنا كويسة ان احنا نشرب مية، ف drink water طبعا صح. drink cola، drink cola اشرب مشروب الكولا، المشروبات الغازية زي البيبسي والكولا والحاجات دي، طبعا دي ملهاش دعوة بالgood health او بالصحة كويسة. walk to school، walk to school يعني امشي الى المدرسة، طبعا المشي بصفة عامة ليه دعوة بالgood health او بالصحة الجيدة، فنقدر نعمل عليها تك او علامة صح. play tennis، play tennis العب تنس، طبعا التنس رياضة من الرياضات المختلفة وهي كويسة جدا وليها دعوة بالgood health، فنعمل عليها علامة صح. play board games، play board games يعني العب الالعاب اللوحية، الحاجات اللي احنا بنلعبها زي مثلا السلم والتعبان والليدو، ولو عندنا مثلا اي تابلت بيبقى نازل عليه الالعاب دي، طبعا هي ملهاش دعوة بالgood health لانها ما بتحركش جسمك، ما بتخليكش تعمل اي نشاط، فمش هنعتبرها ليها دعوة بالgood health. play football، play football العب كرة القدم، طبعا الفوتبول رياضة مهمة للgood health. sleep for 4 hours، sleep for 4 hours نام 4 ساعات، 4 ساعات بس طبعا ده ما ينفعش وكده ملهاش دعوة بالgood health. play video games، play video games العب ألعاب الفيديو اللي هي الألعاب الفيديو games، طبعا دي ملهاش دعوة بالgood health. exercise، exercise يعني العب التمارين الرياضية المختلفة، طبعا دي ليها دعوة بالgood health، فنعمل عليها علامة صح زي ما احنا شايفين قدامنا. وفي آخر جزء من درس النهاردة يا أصحابي هناخد الفونكس، الفونكس الخاصة بيونت 1 وهي حرف الـ EE والـ EA، طبعا ده بنسميه long vowel، long vowel أو نطق الحروف المتحركة بالمتكررة ورا بعضها بالعربي كده يعني، الـ EE والـ EA. طبعا هنا بيزي بي بتقول لنا learn sounds with بيزي بي، learn sounds with بيزي بي يعني تعلم الأصوات مع بيزي بي، فبتقول لنا هنا listen and read، استمع واقرأ، then say ثم قل. طبعا يا أصحابي الـ EE لما بيجوا في أي كلمة بنقولهم E، 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 ما بنقولش E واحدة، بنكمل وبنمد في نطق حرف الـ E، 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 E. لكن لما بيجي حرف الـ E وبعد منه حرف الـ A فبتتنطق E، E.
اي. وتعالوا نشوف بعض الأمثلة على نطق الكلمات بحرف الـ EE وحرف الـ EA أو الـ long vowels. أول حاجة في كلمة feel 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 happy، يشعر بالسعادة. وزي كلمة أدي B وبعد منها EE B B B B يعني نحلة. لكن لما يكون عندنا كلمة فيها حرف الـ E وبعدين حرف الـ A زي كلمة leaf 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 ورقة الشجر، طبعا هنا قلنا leaf يعني ما مديناش في نطق حرف الـ E زي ما قلنا من شوية. وزي كلمة clean 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 يعني ينظف أو نظيف، وطبعا هنا واضح جدا ان احنا برضو ما مديناش في نطق حرف الاي زي ما قلنا من شوية. فلازم نبقى عارفين ازاي بننطق اللونج فاولز. وزي ما قلنا الاي اي بنمد في النطق بتاعها فبنقول اي اي زي كلمة فيل فيل فيل. وزي كلمة بي بي بي. أما كلمة leaf 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 الإي لما بيجي بعد منها إيه ما بنمدش في النطق بتاعها. وزي كلمة clean 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 ما مدناش برضو في نطق حرف الإي زي ما قلنا من شوية. بكده نكون أنهينا درس النهاردة. أتمنى أن أنت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.